عينت إسرائيل قائدا جديدا للجيش إذا اختارت يوم الأحد الجنرال يوآف غالانت ليخلف الجنرال جابي أشكنازي في منصبه كرئيسا للأركان. ويعتبر غالانت واحد من أقوى جنرالات الجيش الإسرائيلي ويشرف بنفسه وبشكل مباشر على العمليات، ففي حرب غزة كان على الجبهة وأشرف بنفسه على تشغيل الدبابات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، حيث كان قائدا للمنطقة الجنوبية وقائدا للعمليات في الخارج.